السلام عليكم. اليوم نتكلموا على المشروع تاع طريق سيار اللي يربط مدينة تيزي وزو بطريق سيار شرغالب على مستوى الجباحية بولاية بويرة. وهنا نلاحظ الجسر هذا اللي يقع بالجباحية يعني بالقرب من مدينة قادرية، وهذا الجسر العملاق اللي حد الآن الأشغال ما زال ما انتهتش فيه، بحيث فيه حوالي 1600 متر. ونشوف التقنيات يعني الراقية العالمية نتاع الجسر هذا اللي للأسف ما زال لم ينتهي، رغم أنه شركة أوزغون عادت للعمل في هذا المشروع. وهنا نشوف النفق الثاني اللي يقع في إقليم ولاية بويرة. وهنا نلاحظ عملية وضع ليطونشيتي تاع الجيو مومبران تاع ليطونشيتي قبل ما نضع الخرسانه في لافويت في الجهه العليا تاع النفق. اذا نشوف يعني الحجم تاع النفق هذا والطريقه تاع العمل. انا نشوف الجيو مومبران يعني نتاع ليطونشيتي، وفي الصورة هذه نلاحظ أن الجزء نتاع جزء من النفق تم وضع الخرسانة، تغليفه بالخرسانة. إذن هذا هو المشروع، فيه النفق هذا اللي يبلغ طوله حوالي 900 متر، هو مزدوج، نفق مزدوج، تونال بي تيوب في الزوج، وكذلك في ثلاث أرويقة في كل نفق، زائد الرواق تاع الوقوف الاضطراري. انا نشوف لا جيو مومبران نتاع ليطونشيتي لتتوضع قبل ما يتحط لو بيتون بروجتي. ستان بيتون بروجتي عنده خصائص يعني خاصة، يعني سريع الـ يعني لابريز تم ينشف. إذن هذا هو بعض الجوانب من مشروع طريق السيار نتاع تيزي وزو بويرة اللي يبلغ طوله حوالي 60 كيلومتر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.